هذا الموضوع عم بيوعوا الأهل كمان مثل ما قلت، التوعية كتير مهمة للأهل. للأسف يعني هيدي أحد مساوئ السوشيال ميديا، أنه يعني كل شيء عم بشوفوه، خاصة الفئة العمرية يلي هي منا واعية وما قادرة تميز كتير الصح من الخطأ، عم يتعرضوا لضغوطات نفسية، وهيدي الضغوطات عم تنعكس بشكل اجتماعي، لأنه هيدي الفئة العمرية يلي هي فئة المراهقين فعلا عم بيعانوا من مشاكل نفسية كتير كبيرة، بدهم يضعفوا وبدهم يكونوا مثل إكس من البلوجر أو إكس من الموديل بطريقة منا طريقة صحية ومنا مدروسة. يعني بتجي لعندي صبية عمرها 13 أو 14 سنة بدها تعمل مثل هيدي البلوجر أو بدها تعمل مثل هيدي الفاشينيستا لتلبس هيدي التياب يلي هي كتير رائجة هلأ، بتعيش ضغوطات نفسية، أوقات ما بتقدر هي لحالها أنها تنزل وزنها أو جسمها ما بيعود بقى يستجيب للوزن اللي هي رسمته بعقلها، يمكن جسمها ما بيناسبه هيدا الوزن أو يمكن طبيعة فورم جسمها. يعني بتعرفي مارينا في أجسام منا نحيلة، يعني في أجسام بيكون عندها فريم البادي شيب تبع عرض للغيرة، نعم يعني بونز أو بيكون عندها نحن مسميه بالعربي عظم عريض، أو بيكون عندها كتلة عضلية كبيرة وهيدا بيعطي فورم ضخم شوي، ما بتقدر تكون نحيلة مثل إكس من اللي بتشوفهم على السوشيال ميديا، وبالتالي هيدا عم بشكلهم ضغط نفسي كتير كبير، عم بيصير عندهم انعزال من المجتمع، عم بيصير عندهم رغبة بأنه يقطعوا الأكل كليا. طب ما هيدا عم بيعرضهم لمشاكل صحية، يعني في عندي كتير صبايا بهيدا العمر بصير عندهم مشاكل بالدورة الشهرية، بصير عندهم مشاكل بهر الشعر بشكل كتير مخيف، بصير عندهم نحالة مخيفة، بيقطعوا الأكل، ذكرتهم بتتأثر، كل وظائف جسمهم بتتأثر. وبالتالي هيدا دورنا كلنا بالمجتمع بالتوعية، دور أخصائيات التغذية ودور الأهل ينتبهوا لأولادهم إذا عم بيعانوا من هيدي المشكلة يدعموهم نفسياً، ودور المجتمع يلي ما عم يرحم. يعني كمان بمعظم الأحيان أنت مش كل شيء بتشوفيه على السوشيال ميديا حقيقي، كله فوتوشوب، يعني كله فوتوشوب وكله فيك بأغلب الأوقات. فنحن بدنا نعيش الواقع، يعني لا بدنا نكون متصالحين مع البادي إيمج اللي هو منه صحي وبوزن عالي، ولا بدنا نكون عم نعيش هوس النحافة يلي هي بوزن أقل من الوزن الطبيعي. بدنا نعيش هيدا التوازن، هون دورنا نحن كأخصائيات تغذية بالتوعية، دوركم أنتو كإعلاميين على التلفزيونات، دور الأهل ودور المجتمع. هون أهمية أنه نستشير أخصائية التغذية كمان قبل ما نفوت بأي دايت، أو يمكن ما بيناسبنا لحالتنا، هيدا الطفل وحسب نموه، حسب طوله، حسب عمره، وإلى آخره، يعني نشوف حسب مراحل الحياة. نعم رح نشوف سكسس ستوري تانية. بدي استغل الوقت لأسألك، في عندي كتير أسئلة دكتور. هون هيدي السكسس ستوري، خبرينا شوي عنها. كمان هيدي الصبية عمرها 14 سنة، حققت إنجاز كتير حلو. كمان بوجه تحية كتير كتير كبيرة لأمها، لأنه أمها مشت معها بالدايت لحتى تشجعها. هيدي الصبية حققت نقلة نوعية كتير بحياتها من ناحية الوزن، وقديش أثر على على يعني على على حالة بالمجتمع وعلى نظرة المجتمع لها. فهيدولي كانت تنقلي اياهم هي، يعني حرفيا كيف رفقاتي بيطلعوا فيي وكيف انا صار عندي ثقه بحالي وكيف المعلمات انبسطوا وكيف المعلمات تحمسوا. بتعرفي كثير بحبهم انا هالقصص لانه بحفزوا كثير، يعني وبيعطوا موتيفيشن لكل شخص. بيعطوا موتيفيشن وهن ريل ستوريز، يعني عم تشوفي انت يعني قدامك وين كانوا وين صاروا. والمسيره انا بكتب بالكابشن تحت انه المسيره ما كانت سهله، كان بدها صمود وبدها صبر طبعا. لانه بالنهايه منا كبسه زر، يعني هي في مراحل بده يقطع فيها، اوقات الجسم ما بيتجاوب، اوقات بيتجاوب، اوقات بتتعب، اوقات بتزهق، اوقات بتمل، اوقات بتحس حالها مكتئبه ما بقى بدها. هون يعني دوري ودور الاهل انه بكل مرحله كيف بدنا نواكبها وكيف بدنا نوقف حدها. انا اوقات بقول لها وقفي، يعني انا لما بشوف انه تضايقوا او انزعجوا ان كان كبار وان كان صغار بقول لهم خلص وقفوا، بس لقوا حالكم جاهزين يلا بنرجع من في كثير ناس بيوقعوا بهيدي اليويو، يعني بينصحوا بيرجعوا بيضعفوا بينصحوا. كيف نقدر نحن انه نتجنب هيدا الموضوع؟ كثرة اتباعك لانظمه غذائيه خاصه اذا كانت عشوائيه، يعني انت اليوم شفتي على الانترنت نظام غذائي عملوا له دعايه قويه حسب قوه الدعايه انه هيدا بينزلك 10 كيلو بالشهر، يلا عملتي هيدا النظام. هيدا النظام ما بيناسبك لانه كل شخص عنده احتياجات خاصة فيه.
عندك كتلة عضلية معينة، عندك عمر معين، عندك مشاكل صحية معينة، يعني هيدا النظام اللي مطبوع على ورقة اللي نازل لملايين من البشر ما رح يكون مثلك مثل غيرك عم بيتفاعل جسمك معه. كترة اتباع هيدا الأنظمة، ساعة منضعف ونرجع منترك حالنا، مننصح ونرجع. هيدا الدوامة واليويو دايتينج، الجسم كتير ذكي طبعا. الجسم عنده ساعة بيولوجية، بيفهم انت شو بدك تعملي، بيفهم انه انت بدك تبلشي تحرميه. هيدي الستارفيشن اللي انت بدك تعمليها بتخليه يتمسك، بتخلي جسمك يعمل شيء اسمه بريزرفيشن مود. بريزرفيشن يعني بيتكمش بالدهون. ليه؟ لانه بيعتبر انه انت بدك تعملي له مجاعة، فهو بده ينقذ حاله. ليه بده ينقذ حاله؟ ليضل عنده سورس اوف انرجي، ليضل عنده طاقة يقوم بمهامه اليومية. فالجسم كتير ذكي، بصير يتحداكي بهيدي الحالة. أنا بقول لهم وقفوا دايت، ركزوا رياضة أكتر، عطوا شوية أكسترا كالوريز، ورجعوا بعدين بلشوا بدايت مدروس طبعا. يعني بدي أسألك عن اللي بيعانوا من الكيست على الأوفرز، هل في نظام غذائي لقلهم معين؟ طبعا طبعا. مشكلة تكيسات المبايض مشكلة رائجة جدا. هلأ هي بتسبب وزن ولا الوزن بسببها؟ صراحة مثل الدجاجة والبيضة، ما بنعرف مين بسبب مين، ولكن هي متلازمة مع زيادة الوزن. لما بتخسري وزن هيدي الحالة بتخف وممكن انه تتعالج. الصيام المتقطع كتير بيساعد بمشاكل اللي يعني الأشخاص اللي بيعانوا من تكيسات المبايض الصبايا، والنظام الغذائي اللي بيكون قليل بالنشويات كمان كتير عم بيساعد بحسب الدراسات. الكيتو دايت أنا مني من مشجعي الكيتو، ولكن هو بيساعد بعلاج تكيسات المبايض وتنظيم الدورة الشهرية، لأنه بيحافظ على أدنى مستوى من الإنسولين. والإنسولين هو المشكلة بقصة تكيسات المبايض. ونحن أكلنا هلأ صار يعني الترندي فود هو كتير نشويات، كتير سكر، كتير حلو، كل يوم بيطلع لك شغلة جديدة، كل يوم بيطلع لك أشياء جذابة. الأساس اللي لقلها هو السكر صراحة. فهيدا النوع من الأكل، بلس أنه معظم الأكل صار في كتير هرمونز ومبيدات حشرية والآخرية، يعني أكلنا منه أكل طبيعي 100%. فهيدا التلوث بالأكل كمان عم بيساهم بالتغيرات الهرمونية عند الصبايا. هل أنت مع القطع للسكر المفاجئ ولا بتفضل أنه يصير تدريجي يعني؟ لا أكيد أنا مني مع القطع المفاجئ، ما في شيء اسمه كبسة زر برجع بقلك. الجسم بدك تعوديه تدريجيا، بدك تساعديه يعمل أدابتيشن. أدابتيشن يعني يتأقلم مع الشيء اللي أنت بدك تحققيه. إن كان بدك تعمل رياضة، هلأ إذا أنت بدك تفوتي على النادي ورسمي براسك هدف انه انا اعمل عضل، دغري بتفوتي بتحملي 100 كيلو، اكيد لا. بدك تبلشي تدريجيا باوزان خفيفه ليصير جسمك مهيئ انه ياخذ اوزان عاليه ويتجاوب معك بالهدف اللي انت رسمتيه براسك. هلا حكيت لنا عن الصيام المتقطع، يعني عم نحكي هذا صار ترند كثير هالايام، انت بتنصحي فيه؟ شو المراحل يعني اللي بيقطع فيها الجسم؟ كيف بيساعد الجسم انه يخسر هالوزن؟ هو ترندينج لانه في كثير ستاديز عليه، وقديش عم بيكون عم بيحقق انجازات حلوه صحيه، مش بس على صعيد خساره الوزن. انما على صعيد تدمير الخلايا السرطانيه والخلايا السيئه بالجسم. وستاديز كتير، يعني مش انه دراسي واثنين، لا ملايين الدراسات عم تنعمل على نظام الصيام المتقطع، وفي منه عده يعني عدة أنماط. النمط الأكثر شهرة اللي هو أنك أنت تصومي 16 ساعة وتاكلي بـ8 ساعات. التوقيت بتنقيه أنت بحسب أنت حياتك أو روتينك. طبعاً الـ 16 ساعة اللي أنت صايمي فيهن منن صيام جاف مثل صيام المسلمين. إنما فيك تشربي مي وقهوة وشاي أخضر وأشياء ما فيها سكر أبداً. حتى سكر الدايت يعني اللي عم نحكي عنه الأسبرتام أو اللي ممنوع؟ هلأ بالنسبة لموضوع السكرين أو السويتنرز، ما فينا نحط السويتنرز، الكيميكال سويتنرز. الشيء الوحيد اللي مسموح نستعمله هو الستيفيا اللي هي عشبة الله خلقها طبيعية طعمة حلوة، بس ما بتستفز الإنسولين. الهدف أنه أنت لما تكوني صايمة بهيدا الوقت الإنسولين عندك يكون بأدنى مستوياته، لأنه الإنسولين لما يكون بأدنى مستوياته جسمك عنده فائض قدرة انه يحرق الدهون. اوكي. وبهيدي المرحلة يعني انت بعد ما يكون قاطع الاكل من 12 ل 16 ساعة بهيدا الوقت بالتحديد، لان في ناس بيقولوا لي طب ما فينا نصوم 12 ساعة، بقول لهم بلا، بس انتم ما بتكونوا حققتوا الفوائد اللي بتحققوها على 16 ساعة. لانه على 16 ساعة جسمك بيصير الخلايا لما بتجوع بتاكل الخلايا السيئة،
ما انت جسمك في بقلبه خلايا جديده عم تتجدد وتخلق من جديد وخلايا قديمه ميته. جسمك بيصير يتخلص من الخلايا الميته، ويعني الخلايا الجديده بتاكل الخلايا الميته وبتنظف حالها. الجسم بيعمل اليه تنظيف او اليه بنسميها الاوتوفاجي او الالتهام الذاتي، يعني بينظف حاله من كل شيء هو ما بيعوزه. ليه بده يخلي هيدي الرواسب يلي ممكن تشكل له خلل بالخلايا الجديده؟ سو بتنصحي فيه كثير يعني انت؟ بنصح فيه بقوه، وهو نمط نظام حياة، يعني هو بيقدر يكون نظام حياة، مش ضروري يكون هلأ اللي عنده خسارة وزن أنه بيقدر يعمل دايت مع صيام متقطع، يعني نظام مدروس السعرات مع الصيام المتقطع. اللي ما عنده وزن كتير بده يخسره بيقدر أنه ينظم وجباته ويعمل سبور ويمشي فيه كنمط حياة كأسلوب. اوكي، بدي اسالك بس بعد عن الماكروز قبل ما ننهي، يلي بما انك انت متخصصه ايضا للرياضيين. وهذا الشيء كمان ما بنلاقيه كثير، لانه في كثير ناس بتحب ان بدها تحط عضل يعني، وما بدها بس تخسر وزن يعني، بدها تربح عضل. خبرينا شوي كيف بيتم تقسيم الماكروز. اكيد اللي عنده هدف انه يفوت على النادي ويزيد وزن عضل ويبني كتله عضليه ويعمل هيدا الجسم المقطع، مش مثل يلي عنده هدف انه بس يخسر وزن ويضعف ويحقق اقل قياسات ممكنه. اكيد بيختلف باختلاف الهدف. الدايتيشن بتتعامل مع كل شخص، نحن انا دائما بقول لهم اتس انديفيدجوالايزد، يعني كل شخص شو هدفه وشو جسمه بده وشو جسمه هو باي حاله. يعني انت يمكن هلا تجي لعندي تقولي لي انا بدي روح اتمرن واحمل اوزان وابني كتله عضليه واخذ بروتين كتير وعندي مشكله بالكلى مثلا، ما بقدر اعطيك بروتين عالي طبعا، لانه يعني هون بده يكون الموضوع عم يتطلب معنا وقت كتير طويل. وبالتالي كل حاله بتستوجب نوع معين من النظام الغذائي. ولكن بشكل عام الرياضيين يلي عندهم هدف يزيدوا الكتله العضليه، وأنا هون بقول بحسب المرحلة اللي هني فيها، يعني أنا كمبتدئة بدي بلش أحمل أوزان، مش مثل اللي بيحمل 150 و200 كيلو وبيفوت بماراثون وبيفوت بمباريات حمل أوزان ثقيلة. بيختلف، بس ببلش احتياجك من البروتين. نحن دايما بركز على البروتين لأنه البروتين هو الأساسي ببناء الكتلة العضلية. حسب الوزن بالضبط، حسب وزنك أنت. طبعا ببلش احتياجك من 1.3 جرام من البروتين لكل كيلو جرام. يعني أنت وزنك 60 جرام لنقول، بدك تاخدي 1.3 جرام بروتين ضرب وزنك، بتحسب التوتال بروتين هالقد أنت بحاجة. لنقول أنت بتحملي أكتر أوزان وهدفك أكتر تزيدي عضل، ممكن توصل إلى 2 جرام بير كيلو جرام حسب. يعني هون الدايتيشن أكتر بتحدد، أو البيرسونال ترينر يلي هو متمرس بتنظيم الوجبات. وهون بدنا نميز، وهون كتير مهم هيدا الموضوع، وللأسف عنا عشوائية شوي، لأنه في أشخاص لا دارسين ولا بيعرفوا، فاتوا على الإنترنت طلعوا كم إكويشن وصاروا ينظروا على العالم، وهم بتصير المشاكل. لا، إذا أنت بيرسونال ترينر عامل دورات أخذ شهادات وعامل دورات بتنظيم الوجبات اللي بتساعد الرياضيين أنه يعرفوا شو بدهم يأكلوا، أوكي أنت إلك الحق أنه تقله للرياضي بحق لك 1-2-3. بس إذا ما بيعاني الشخص من ميديكال كيس، يعني إذا أنت شخص سليم ما عندك ولا أي مشكلة صحية، عندك مشاكل صحية بدك تلجأ يا أما للطبيب يا أما للدايتيشن. طبعا دكتور المعلومات كتير مفيدة، بعد في كتير أسئلة نسألك إياهم، للأسف ما عندنا بقى وقت كتير. بدي أتشكرك على حضورك معنا وإن الله راد بلقاء جديد قريبا. أعزائي المشاهدين بدي أقول لكم طبعا إذا حبيتوا يو كان، هي القصة كلها قرار. بدي أختم اللقاء اليوم لأنصحكم أنه تستشيروا أخصائي تغذية قبل ما تتبعوا أي حمية أو أي نظام غذائي. وانطرونا غدا بلقاء جديد بفقرات جديدة مع أحلى صباح.